السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية الأرقام والأعداد في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير رؤية الأعداد في المنام: يشير الرقم واحد بشكل خاص في المنام إلى التفوق في مجال العمل أو في الدراسة أو في القدرة على تحقيق الأحلام لدى صاحب الحلم. أما الرقم 2 فإن ابن سيرين يرى أنه لو ظهر في المنام لغير المتزوج فإنه يدل على اقتراب زواج صاحب الحلم سواء كان ذكر أو أنثى. أما الرقم 3 فهو من الأرقام التي تدل على حمل المرأة الحامل في حال تأخر هذه السيدة في الإنجاب. رقم 10 من الأرقام التي تشير إلى تحقيق الأحلام والأهداف التي يسعى لها صاحب الحلم. وتفسير رؤية الأرقام في منام العزباء: بعض الأرقام الأخرى في حالة ظهورها في المنام مثل الرقم 4، 5، 6 وغيرها بالنسبة للفتاة العزباء قد تدل على عدد شهور الخطوبة التي سوف تظل هذه البنت مخطوبة فيها. لو ظهر الرقم 1 في منام العزباء فهو يدل على السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه البنت في حياتها. أما رقم 3 فهو من الأرقام التي تشير إلى الحظ السعيد الذي ينتظر هذه البنت في حياتها. أما رقم 10 فهو من الأرقام التي يرى مفسرين الأحلام إنها تدل على الحظ السعيد التي ينتظر هذه البنت. وتفسير رؤية الأرقام في منام المتزوجة: يقول بعض مفسرين الأحلام إن أي رقم بداية من الرقم 3 في حلم المتزوجة هو يشير إلى تعدد الذرية لدى هذه المرأة. قد يكون الرقم 10 في منام المتزوجة هو إشارة إلى حصول هذه السيدة على الكثير من الرزق والمال الكثير الفترة القادمة. يرى النابلسي إن رقم 3 في الأرقام التي تشير إلى الاستقرار في الحياة الزوجية لدى هذه السيدة. الرقم 7 من الأرقام التي تشير إلى التخلص من المشاكل الزوجية التي تعاني منها هذه المرأة. أما تفسير الأرقام في منام الحامل، يؤكد معظم مفسرين الأحلام أن رقم 1 من الأرقام التي تشير إلى الصحة الجيدة والصحة العافية لدى المولود. أما الرقم 2 فهو من الأرقام التي تدل على ولادة مولودة توأم لدى هذه المرأة. أما من ترى صفر في منامها فإنها سوف تتعرض لبعض المشاكل الصحية في هذا الحمل. في بعض الأرقام التي تظهر في منام الحامل تكون إشارة إلى عدد الشهور المتبقية لدى هذه السيدة حتى تنجف فيها. الرقم 9 من الأرقام التي تشير إلى اقتراب موعد الولادة وعلى المرأة الاستعداد لهذا اليوم. الرقم 7 من الأرقام التي تدل على الرزق الواسع الذي سوف تحصل عليه هذه السيدة بعد ولادة هذا الجنين. يجد فريق من مفسرين الأحلام أن الأرقام الزوجية تشير أن المولود سوف يكون مولود ذكر، أما الأرقام الفردية فهي تدل على أن المولود أنثى. وتفسير ورؤية الأرقام في منام الرجل: الرقم 1 من الأرقام التي تدل على معاناة صاحب الحلم بالفراغ والوحدة الذي يعيش فيها في الوقت الحالي. أما الرقم 2 في الحلم فهي تدل على الحكمة التي يتمتع بها هذا الرجل. الرقم 3 من الأرقام التي تشير إلى مجموعة من الأصدقاء الأوفياء في حياة هذا الرجل. أما الرقم 13 فإن الكثير من مفسرين الأحلام يرى أنه من الأرقام التي تشير إلى الحظ السيء لدى صاحب الحلم. الأرقام الكثيرة الغير واضحة في منام الرجل تدل على وجود بعض المشاكل في حياة هذا الرجل والذي لا يستطيع التخلص منها. الرقم 0 من الأرقام الغير محببة في المنام لأنها توحي بالفشل وعدم القدرة على تحقيق الأهداف. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الأرقام في المنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.